اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اكسترا المونديال واللي بنتابع مع حضراتكم في فعاليات بطوله كاس العالم قطر 2022. دايما بنبدا مع حضراتكم بنتائج مباريات اليوم السابع للمونديال. نبدا مع المباراه الاولى اللي كانت الساعه 12 الظهر واللي خسر فيها المنتخب التونسي الشقيق امام استراليا بهدف دون رد، وده ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات المجموعه الرابعه اللي اتلعبت على استاد الجنوب. المهاجم ماتشيل دياك احرز هدف اللقاء الوحيد بضربه راس في الدقيقه 23 عشان يمنح استراليا اول فوز في المونديال من عام 2010. بالفوز ده اصبحت استراليا ليها 3 نقاط وجمعت تونس نقطه واحده بعد تعادلها مع الدنمارك في الجوله الافتتاحيه. مدرب المنتخب التونسي جلال القادري لعب بطريقة 3-4-3 بتشكيل مكون من أيمن دحمين في حراسة المرمى وخط الدفاع منتصر طلبي ياسين مرياح ديلان برون، وخط الوسط كان علي عبدي عيسى لدوني إلياس شاكيري محمد دراجر، أما خط الهجوم فكان يوسف المسكني ونعيم سليتي وعصام الجبالي. أما مدرب المنتخب الأسترالي جراهام أرنولد فلعب بطريقة 4-3-2-1، حراسة المرمى كان ماثيو رايان، في الدفاع ناثنال أتكنسون وهاري سوتر وكي روفلس وعزيز بهيش، أما في خط الوسط فكان أرون موي وماثيو ليكي وجاكسون إيرفن ريلي ماكريجلي وكريغ جودوين، أما في الهجوم كان ميتشل دوكي. برضه ضمن منافسات المجموعة الرابعة منتخب فرنسا فاز على منتخب الدنمارك 2-1، ودي في المباراة اللي أقيمت على استاد 9-7-4. هدفين منتخب فرنسا سجلهم مبابي في الدقيقتين 60 و85، أما هدف الدنمارك فسجله أندريان كريستنسن في الدقيقة 68. بالنتيجة دي بيكون منتخب فرنسا تأهل وأول المتأهلين بشكل رسمي لدور الـ16 في المونديال بعد ما رفع رصيده لست نقاط بالفوز في الجولتين الأولى والثانية. بالهدفين اللي أحرزهم مبابي في مباراة الدنمارك بيكون وصل للهدف 31 ليه مع منتخب فرنسا في لقائه الدولي رقم 61، وأصبح مبابي هو ثامن هدافي منتخب الديوك عبر التاريخ. تعالوا نتابع العرض التالي وأرقام مبابي المميزة مع منتخب فرنسا. بنروح لتشكيل الفريقين طبعا فرنسا والدنمارك. مدرب فرنسا ديدي تشامب لعب بطريقه 4-2-3-1، كان في حراسه المرمى هيوجو لوريس، اما خط الدفاع فكان اوبنيانكو وفاران وجول كوندي وثيو هرنانديز، اما خط الوسط فكان ادريان رابيو وتشاوميني، وقدامه ثلاثي عثمان ديمبلي وانطوان جريزمان وكيليان امبابي، اما في الهجوم كان اوليفي جيرو. أما مدرب منتخب الدنمارك كاسبر هيولموند لعب بطريقة 3-4-3، وكان في حراسة المرمى كاسبر شمايكل، في خط الدفاع فيكتور نيلسون وأندرسون وأندرياس كريستنسون، أما خط الوسط فكان يواكيم ماهلي وراسموس كريستنسون وبيير هوبيرج وكريستيان إريكسن، وأما خط الهجوم كان دامسغورد وأندرياس كورينيلس وكان ليندستورم. We'll be right back.
ومع نتائج الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بيكون ترتيب المنتخبات كالتالي. فرنسا بالمركز الأول زي ما احنا قلنا فوز في الجولتين، ليها 6 نقاط، ليها 6 جوال وعليها 2 جونين بس. استراليا طبعا لعبت 2 فازت 1 واتهزمت 1، ليها 2 جولين وعليها 4 معاها 3 نقاط. الدنمارك لعبت طبعا المباراتين، تعادلت مباراة واتهزمت مباراة، فبالتالي معاها 1 نقطة، ليها 2 جول وعليها 2. تونس الشقيقة للأسف اللي أصبحت حظوظها يعني ضعيفة جدا جدا جدا، لعبت المباراتين واتعادلت أيضا مباراة واحدة فقط، ما عليهاش أو ما لهاش أي جوال لكن عليها 1 جول بس. وللأسف النهاردة ما كانش يوم الكرة العربية زي ما احنا بنقول. كمان المنتخب السعودي خسر أمام بولندا 2-0 على استاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة. بالرغم من الهزيمة قدمت السعودية أداء جيد وأهدرت ركلة جزاء. المباراة كمان شهدت إحراز ليفاندوفسكي هدفه الأول في كأس العالم بعد ما استغل خطأ عبد الإله المالكي المدافع السعودي وأحرز الهدف الثاني لبولندا والأول ليه في كأس العالم. متعودين نشوف مع حضراتكم طبعا احتشاد الجماهير، تعالوا نشوف جزء من احتشاد الجماهير السعودية والبولندية اللي تابعت الماتش في محيط استاد المدينة التعليمية. مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد لاعب بطريقة 4-3-3 وبدأ تشكيله بمحمد العويس في حراسة المرمى، خط الدفاع سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي بليهي، محمد البريك، أما في الوسط كان سامي النجعي وعبد الإله المالكي ومحمد كنو، أما في الهجوم كان فراس البريكن، صالح الشهري، سالم الدوسري. أما منتخب بولندا فالمدرب سيسلاو ماشنويز لعب بطريقة 4-4-2، كان في حراسة المرمى تشيزني، في الدفاع جاكوب كيور وكيميل جليك وبرزنسكي وماتي كاش، أما خط الوسط فكان فرانكوفسكي وكريستيان بيليك وبيتر زيلنسكي وكريتشو فياك، أما في الهجوم كان روبرت ليفاندوفسكي وأركاديوش ميليك. بعد الماتش ده النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كتب اسمه بحروف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم بعد ما سجل الهدف رقم 2600 في المونديال. منافسات كأس العالم عبر تاريخها في من النسخة الأولى في سنة 1930 تم تسجيل 2548 هدف قبل انطلاق النسخة الحالية في قطر 2022. تعالوا نشوف هذا العرض اللي بيوضح تاريخ أهداف كأس العالم. We'll be right back.
ضمن مباريات المجموعة الثالثة بقى فازت الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون رد، ده كان على ملعب لوسيل عشان تحافظ على أملها في مونديال قطر بثنائية الأرجنتين اللي سجلها طبعاً ليونيل ميسي كان في الدقيقة 64 وإنزو فرنانديز في الدقيقة 87. المباراة دي كانت المشاركة رقم 21 لميسي طوال مسيرته في كأس العالم عشان يعادل بكده الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة مارادونا. كمان عاد ميسي رقم تاني مسجل باسم مارادونا هو في عدد الأهداف بعد ما رفع رصيده لثمان أهداف في كأس العالم. بعد المباراة شهدت العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس احتفالات كبيرة جداً للجماهير اللي اتجمعت لمتابعة مباراة منتخبها. خلينا نروح نشوف فرحة الجماهير ونرجع لكم. طيب بنروح لتشكيل المنتخبين. المدرب الأرجنتيني طبعا سكالوني لعب بطريقة 4-3-3، كان في حراسة المرمى إيماليانو مارتينيز، خط الدفاع كان جونزالو مونتيل وأوتاميندي وليساندرو مارتينيز وماركوس أكون، أما في خط الوسط كان رودريجو دي باول ورودريجيز وأليكسيس ماك أليستر، أما خط الهجوم كان أنخيل دي ماريا ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز. أما جيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك لعب بطريقة 5-3-2، كان في حراسة المرمى وتشوا، خط الدفاع كيفن ألفاريز سيزار مونتيس ونيستور أراخو وهيكتور مورينو وخيسوس جياردو، أما خط الوسط فكان هيكتور هيريرا ولويس تشافيز وأندريس جواردادو، أما خط الهجوم كان الخطير لوزانو وأليكسيس فيجا. وبنهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بيكون ترتيب المنتخبات كالتالي. بولندا بتتصدر هذه المجموعة، المجموعة الثالثة بفوز وتعادل، بتحصل كده على 4 نقاط، ليها جونين ما عليهاش ولا جول. الأرجنتين من الماتشين فازت ماتش خسرت ماتش، ليها 3 عليها 2، وطبعا كده هي معاها 3 نقاط، وبتتساوى مع السعودية اللي لعبت برضو 2 فازت ماتش وخسرت ماتش، ليها 2 عليها 3، عشان كده هي متأخرة في عدد الأجوان. الاحتساب بين الأول والتاني أو يعني الترتيب بيكون بعدد الأجوال الأول، ودي بتكون معاها 3 نقاط. وأخيرا المكسيك طبعا ما كانش معاها غير تعادل واحد، فهي من الماتشين معاها نقطة واحدة. طيب خلينا نروح بقى دلوقتي زي ما احنا برضو متعودين مع حضراتكم لقطر، ومباشرة مع موفد إكسترا نيوز محمود شوقي. محمود بنرحب بيك، وللأسف يعني يوم احنا وصفناه في بداية الأخبار ليس سعيدا على العرب، لو توصف لنا بقى شعور برضو الجماهير السعودية والتونسية وإن كانت أمال السعوديين لسه يعني باقية. بالضبط محمود، هو يوم حزين بالنسبة للجماهير العربية، خاصة الجماهير التي ساندت بقوة المنتخب السعودي اليوم
ولكن هو يوم حافل بالاحداث محمود. حزن جماهير السعوديه كان بسبب النتيجه وليس بسبب الاداء. المنتخب السعودي قدم عرض قوي للغايه هنا في الدوحه ليثبت انه منتخب عنيد في كاس العالم فيفا قطر 2022. هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ابدى رضاه التام عن مستوى المنتخب السعودي رغم الهزيمه، واكد ان كل نجوم الفريق قد بذلوا الجهد المطلوب منهم، مؤكدا انه المنتخب السعودي لم تنتهي مهمته بعد، وبالتالي فان استمرار التحدي لا يزال مستمرا في بطوله كاس العالم، املا في توالي النتائج الجيده والصعود للدور التالي من دور المجموعات الى دور 16. الرضا التام من الجماهير السعوديه على الاداء يرجع الى تقديم المنتخب السعودي عرض قوي على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، ورغم سوء الحظ الذي عانده المنتخب السعودي الا ان الجماهير ابدت سعادتها وصفقت اللاعبين. اضاعه سالم الدوسري ضربه جزاء حول محمود من مسيره المباراه بشكل واضح طبعا. ولولا تلك الضربه الضائعه لتحول الفوز لناحيه المنتخب السعودي. هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعوديه اكد دعمه للاعبه سالم الدوسري وتوجه اليه محمود بعد المباراه مباشره لتحيته حتى لا تتاثر حالته النفسيه، مؤكدا ان القادم سيكون افضل وعلى نجوم الفريق ان يبذلوا جهد مضاعف من اجل تشريف الكره السعوديه محمود. نعم، طيب انا عايز اروح لماتش هام لانه سجل رقم كبير جدا، يمكن هو الاضخم مباراه الارجنتين والمكسيك، واللي تقريبا يعني هنقول قربت من 89,000 لان هي كانت 88,900 وحاجه، فتوصف لنا كمان وجود الجماهير وعدد الجماهير دي. بالفعل هو رقم قياسي في الحضور الجماهيري، ما يقرب من 89,000 متفرج في استاد لوسيل الرائع الذي من المقرر ان يستضيف في نهائي كاس العالم في ختام البطوله. اليوم محمود كان حافلا بالاحداث المثيره خاصه فيما يخص النجم الاشهر ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين الاول الذي اصبح اصغر لاعب يسجل في كاس العالم ويصنع اهداف، سجل وعمره لا يتخطى 19 عاما والان يسجل وعمره اكثر من 35 عاما محمود. كمان ميسي عدل رقم النجم الاسطوري دييجو ارماندو مارادونا وكذلك زميله ومنافسه اللدود الدائم كريستيانو رونالدو بثمان اهداف في كاس العالم. بمناسبه مارادونا محمود عاوز انقل لك الصوره فيما يخص مباريات الارجنتين او اليوم الذي يظهر فيه منتخب الارجنتين. تتحول مدينه الدوحه الى كرنفال احتفاء بمنتخب الارجنتين ومارادونا. الحديث لا يتوقف عن هذا النجم التاريخي العالمي الذي غادر دنيانا منذ عامين، لكن سيرته وصورته لا تنقطع. عند الحديث عن كرة القدم وكأس العالم عليك أن تتذكر مارادونا، وهذا ما يحدث داخل شوارع الدوحة وميادين الدوحة وأمام الملاعب المختلفة، الكل يرفع صورة مارادونا ويحتفي به، لدرجة أن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أشار بالامس الى ضروره ان يحتفي كاس العالم بمارادونا في كل دوره قادمه طبعاً. لما قدمه لكره القدم من جهد كبير. هذا فيما يخص المنتخب الارجنتيني. لازم اسالك بقى برضو بما ان خلاص فرنسا هي اول المتاهلين، كانت الجماهير الفرنسيه عامله ايه موجوده عندك في قطر؟ حاله سعاده كبيره من المنتخب الفرنسي وخاصه النجم الشهير امبابي الذي نال تحيه خاصه من المشجعين وحاول عدد كبير منهم الوصول إليه أمام فندق الإقامة لكن فشلوا بالطبع نظرا للتجديدات الأمنية الكبيرة، لكن إمبابي يصنع حالة طيبة جدا هنا في الدوحة. بالمناسبة قبل ما أنسى محمود، سمعتك تتحدث عن كيفية الصعود للدور الثاني. طبعا سيكون فارق الأهداف العام هو الفيصل رقم واحد في التأهل، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة، ثم قاعدة اللعب النظيف. كنا حابين المشاهدين الكرام طبعا. يتعرفوا بدقة عن كيفية أو نظام الصعود إلى الدور الثاني دور 16، ودي الأربع بنود الرئيسية للتأهل للدور الثاني. أنا بشكرك طبعا أنك وضحت ده، ودي نقطة مهمة عشان كتير بدأوا يحسبوا الحسبة بتاعت إذا تعادل
عدد في النقاط مع مجموعة من المنتخبات. طبعا زميلنا محمود شوقي مفادنا مفيد اكسترا نيوز في قطر، بنشكرك طبعا على الرسائل اللي بتقولها لنا، وان شاء الله نكون موجودين معاك ان شاء الله بكره برضو باذن الله وكل ما هو جديد من قطر. طيب متعودين زي ما بنروح قطر بننزل لمصر هنا، وطبعا الجماهير المصريه محبه لكاس العالم. رصدت كاميرا اكسترا نيوز ردود فعل الجماهير المصريه، وليس فقط المصريه، يعني ردود فعل الجماهير اللي موجوده في مصر حول مباريات مونديال قطر 2022. خلونا نشوفها ونرجع نكمل مع حضرتك. الماتش ده بصراحه كان بجد يعني اداء السعوديه كان مشرف جدا بغض النظر عن النتيجه يعني، بس هما بجد لعبوا حلو قوي وبجد كانوا يستاهلوا يكسبوا قوي، ويعني احنا كده كده فخورين بيهم جدا وبالاداء، وبجد كان اداء عالمي يعني. ان شاء الله السعوديه تلعب مع المكسيك المره الجايه وتعمل اللي عليهم زي ما عملت عليهم النهارده، وهتقدم اداء كويس وتسعى ان شاء الله. والله كنت متوقعه النهارده انه يكون السعوديه تفوز، يعني هو كان ماتش مخيب للامال شويه، كنا متوقعين السعوديه تفوز وان شاء الله يجي الماتش الجاي ونعوض فيه. والله هارد لك للسعوديه وان شاء الله يعوضوها في اي مباراه ثانيه، واكيد انا مع السعوديه للاخر يعني. انا اتوقع ان السعوديه ان شاء الله تكسب الماتش الجاي وان شاء الله تصعد. عملت ماتش كويس النهارده بس هو ما حصلش نصيب. هو بصراحه بولندا لعبت احسن فحاسه النتيجه ممكن تبقى عادله شويه. مباراه النهارده صراحه السعوديه قدمت اداء ممتاز، بس في فرص كثير ضيعوها، منها ضربه الجزاء صراحه، وكان في عندهم فرص كثيره مره ضيعوها، بس كان صراحه اللعب للسعوديه، يعني بولندا اللي هدفت بس اللعب الافضل كان للسعوديه صراحه. ان شاء الله باذن الله السعوديه هتكسب المكسيك الماتش الجاي. انا متوقع ان شاء الله ان السعوديه تصعد باذن الله يعني. النهارده والله العظيم عملوا اللي عليهم وزياده، بس يعني الحظ ما كانش في صالحهم النهارده فمش مشكله يعني. هي كانت مباراة حلوة وكانت تونس ضغطة شوية، بس يعني ما فيش توفيق، وكنا نتمنى ان تونس تفوز يعني، بس يعني هي في الاول في الاخر اجتهاد، ويعني اللي بيجتهد اكتر واللي ربنا بيوفقه اكتر هو اللي بيفوز يعني. كان ماتش حلو وتونس لعبت حلو، بس الحظ ما كانش معاهم يعني. ان شاء الله تونس تكسب الماتش الجاي يعني وتصعد. النهارده عدت حلو يعني، بس ان شاء الله تكسب الماتش الجاي يعني وتصعد. للاسف كان نفسنا تونس تعمل حاجه، خصوصا البطوله في قطر، فكان نفسنا فريق عربي يصعد الدور الثاني، وكان عندهم فرصه كويسه النهارده قصاد استراليا، مش فريق قوي قوي، بس يعني هارد لك. طيب خلينا برضو متعودين مع حضراتكم بيكون معنا فقرة تاريخية وتوثيقية لكأس العالم، وبينضم لنا دايما فيها أو بيكون معنا فيها الكاتب والروائي الدكتور ياسر ثابت، اللي النهاردة اتكلم عن مونديال 58 اللي أقيم في السويد، وفاز بالبطولة دي منتخب البرازيل، وكان بيضم مجموعة من اللاعبين المميزين منهم غارثيشيا وماريوس جالو والجوهرة السوداء طبعا بيليه. خلينا نشوف الكلام التاريخي عن مونديال 58 ونرجع نكمل. في 1958 أقيمت نهائيات كأس العالم في السويد، البلد الاسكندنافي، الأجواء الباردة، وفي تلك البطولة كان منتخب البرازيل مميز للغاية، لأنه عدد كبير من لاعبيه كانوا مهاريين ومشهورين. غارثيشيا الجناح الخطير اللي كان عنده قدم أكبر أطول من قدم، لكنه كان شديد المهارة في المراوغات، وكان في فافا، وكان بيلي اللاعب الصغير الناشئ الصاعد بقوة كبيرة إلى القمة، وأيضا كان زاجالو اللي كان لاعب وأصبح فيما بعد مدرب لمنتخب البرازيل. في البطولة دي تمكن البرازيليين من إذابة الجليد الإسكندنافي في المباراة النهائية، وتمكنوا من الفوز عليهم 5-2. في المباراة دي كانت المباريات تنقل تلفزيونيا أيضا، لكن دول أوروبا الشرقية المشاركة في البطولة دي لم تتمكن من التقاط البث والإشارات لعدم جاهزيتها تقنيا وفنيا، لكن البطولة دي حظيت بمشاهدة عالية وبإعجاب شديد بالتشكيلة البرازيلية التي تتمتع بالمهارة والمتعة والقدرة على تسجيل كميات كبيرة من الأهداف، وكانت البطولة دي شهدت رقم قياسي للأهداف بالنسبة لبطولات كأس العالم عن البطولات السابقة. لكن أهم حاجة إنه منتخب البرازيل فاز بهذه البطولة وسط إجماع على استحقاق منتخب السامبا على الفوز بالبطولة ديت وحمل لقب كأس العالم عام 1958. تاني مباريات النهاردة هتكون مهمة طبعا لينا كعرب، وهنكون حريصين ان احنا نتابعها عشان ده
يعني هيكون فيها المنتخب المغربي الشقيق مع منتخب بلجيكا. المباراة هتتلعب بالساعة 3 العصر على استاد الثمامة ضمن مباريات المجموعة السادسة. المنتخب المغربي خرج بتعادل سلبي في المباراة الأولى ضد كرواتيا وصيف النسخة اللي فاتت من المونديال. أكيد أسود الأطلس هيسعوا لتحقيق المفاجأة والفوز على بلجيكا عشان يعني يواصلوا الحلم بالحصول على بطاقة من البطاقتين الخاصين بالتأهل عن هذه المجموعة. أما منتخب بلجيكا زي ما احنا عارفين فاز في المباراة الأولى على كندا بهدف واحد. أما ثالث مباراة فهتكون بين كرواتيا وكندا الساعة 6 مساء على استاد خليفة الدولي. دي هتكون ضمن المجموعة السادسة اللي بتضم منتخب المغرب وبلجيكا زي ما قلنا. ومن شوية احنا اتكلمنا ان كرواتيا تعادلت في المباراة الأولى مع المغرب بدون أهداف. كندا خسرت من بلجيكا 1-0. أكيد كل فريق هيحاول يلعب على الفوز بالرغم من ان منتخب كندا في آخر ترتيب المجموعة لكن أصبح ليه رقم مميز في المونديال. فكابتن الفريق اللاعب هاتشنسون أصبح تاني أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعيداً عن حراس المرمى بعد ما شارك في مباراة بلجيكا وهو عنده 39 سنة و288 يوم. وإحنا عارفين الرقم القياسي كان لعصام الحضري لعب وهو عنده 45 سنة. رابع مباراة النهاردة هتكون مباراة قوية جدا جدا وبتعتبر زي ما بيقال عليها النهائي المبكر بين منتخب أسبانيا ومنتخب ألمانيا. ده لحساب المجموعة الخامسة على استاد البيت ميعادها هيكون 9 مساء. منتخب أسبانيا زي ما قلنا فاز في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة 7-0 على كوستاريكا ومنتخب ألمانيا تعرض لهزيمة مفاجأة من اليابان 2-1. عشان كده هانز فليك طبعا مدرب منتخب ألمانيا عايز يعدل المسار عشان ما يتكررش اللي حصل في مونديال روسيا 2018 بعد ما خرج المنتخب الألماني من الدور الأول. أما لويس إنريكي مدرب إسبانيا فأكيد هدفه الفوز عشان يتأكد صعوده لدور الـ16 من المونديال. خلصت فقرة الأخبار وبعد الفاصل هيكون معانا طبعا فقرة التحليل مع محللي إكسترا نيوز إيهاب المصري وكريم سعيد. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد في إكسترا المونديال وبينضم لنا في الاستوديو محلله برنامج إكسترا المونديال كابتن إيهاب المصري. رحب بيك. كابتن كريم سعيد رحب بيك. ويعني أنا وصفتها اليوم أو قلت على اليوم النهاردة اليوم سيء على العرب. خلينا نبدأ وكنا بنتكلم على تونس ومع كابتن إيهاب ويعني تونس رغم السيطرة لكن يعني زي ما بيقال كده اتخطف الماتش منهم في الدقيقة 23. شايف يعني انا واحد من الناس بقول ان الفرص بقت صعبه خالص انها تتحسب. شايف ايه المباراه كانت عامله ازاي؟ طبعا هو يوم حزين للكره العربيه. كنا نتمنى ان المنتخب التونسي والمنتخب السعودي يعني النهارده يفرحونا ويعملوا هم ادوا اداء مشرف لكن النتيجه طبعا كانت عكس الاداء. كنا نتمنى ان يحققوا نتائج ايجابيه عشان فرصه الصعود للدور الثاني لكن فرصه تونس طبعا زي ما انت بتتكلم ومتفقين كلنا فرصه تونس في الصعود للدور المقبل اصبحت صعبه لكن مش مستحيله. ما فيش حاجه مستحيله في كره القدم بعد اللي بنشوفه في بطوله كاس العالم كمان. لا كل شيء وارد لكن على جلال القدري ان هو يغير من افكاره ويغير من طريقه تفكيره وادارته للمباريات.
لما لعب المنتخب الدنماركي غير لما لعب المنتخب الاسترالي. يعني لما اجي لعب المنتخب الدنماركي واعمل طريقه دفاعيه بحته واحاول العب على الكاونتر اتاكس بشكل كويس جدا ماشي، ده شيء مفهوم، لان المنتخب الدنماركي عنده عناصر مميزه بيلعب على الاطراف بشكل مميز، فانا حاولت بالناحيه الدفاعيه اقفلها بشكل كويس. المنتخب الاسترالي على العكس تماما، المنتخب الاسترالي بيلعب في عمق الملعب بشكل كبير جدا. علي العبدي ودراجر اعتقد كان دورهم النهارده بعيد جدا او كل البعد عن مستواهم الفني او الادوار الهجوميه بتاعتهم. وجود علي معلول او وجدي كشريده لما نزل كمان النهارده ليه دور وادى اداؤه بشكل كويس. 3-5-2 اللي اداها المنتخب التونسي النهارده او اللي لعب بها جلال القدري النهارده كان هجوميا كان لازم بوجود علي معلول ووجود وجدي كشريده من البدايه، وجود محمد علي بن رمضان في وسط الملعب كمان كان ممكن يبقى اضافه قويه جدا لخط وسط المنتخب التونسي. انا بشوف كمان ان الجبالي في الناحيه الهجوميه وتبديله بالخنيسي النهارده، الخنيسي بعيد جدا بقى له فتره، وجود سيف الجزيري والتحركات اللي بيعملها خلف المدافعين او خلف خط ظهر المنتخب الاسترالي اعتقد كانت هتفرق بشكل كبير جدا، لان كان المنتخب التونسي النهارده اغلب فترات اللقاء بيلعب بدون حركه، الاستلام الكره من الثبات مفيش حركه في الجزء الامامي، بيعتمد على الكره الطوليه، عنده نقطه ضعف في الحته الدفاعيه في المنطقه الدفاعيه بشكل كبير جدا. في المواجهات الفرديه، المواجهات الفرديه عند المنتخب التونسي في الناحيه الدفاعيه ضعيفه جدا، فحتى النهارده كان بيلعب 3-3 المنتخب الاسترالي في الناحيه الهجوميه ليه. فاعتقد ان المنتخب التونسي وجلال القدري النهارده ما قدرش اللقاء بشكل مميز، وده فرق كتير جدا مع المنتخب التونسي. طيب هنروح للماتش الثاني في المجموعه، فرنسا والدنمارك، و2-1، ويعني الناس شويه اللي بيشجعوا فرنسا قلقوا لانه التعادل كان بعد 6 دقائق على طول، لكن امبابي عريس اليوم زي ما بيقال وتأهل خلاص بشكل رسمي المنتخب الفرنسي، كان متوقع طبعا. احنا يعني منتخب الدنمارك يا محمود منتخب دايما بيجرك للجيم البدني مش جيم مهاري، وده اسلوبهم اي منتخب اسكندنافي، ده اسلوب اللعب بتاعهم يعني. فهو دايما المنتخب الفرنسي برضو في البدايه انجر للاداء البدني، وطبعا برضو فرنسا عندها يعني استامنه كويسه، لكن هي الفكره في حته ايه؟ ازاي انت النهارده تخلي المنتخب الدنماركي يبدا يفتح خطوطه؟ المنتخب الدنماركي فعلا ما لجأش للهجوم غير لما استقبل الهدف الاول، بعدها بدأ نشوف الفرص، حتى بعد الهدف على طول الدنمارك قبل الهدف جالها فرصة خطيره جدا ان هي هتتعادل، وبالتالي هم فتحوا الخطوط بتاعتهم بداوا يلعبوا كره هجوميه. المنتخب الفرنسي طبعا اكيد زي احنا قلنا ان المنتخبات الكبيره عندها افراد بيقدروا يعني يخلصوا الامور، حتى ده برضه حصل في ماتش ارجنتين والمكسيك. طب بعد ما الامور التكتيكيه بتاعتك ما بتنجحش، يعني المنتخب الفرنسي هو كسب بيه كره عرضيه، ومبابي حتى ما حطهاش ولا بالهيد ولا بالرجل، ده هو دخل كده والله زمان يا سلاحي وهجيبها جول، يعني هجيبها جول. فهي الفكره في حته ايه؟ دي فرقات فرديه، ازاي بيتواجد؟ ازاي بيتحرك؟ السرعه، فكره ان انا اخد اكشن قبل المدافع. النهارده مبابي لما نبص على جسمه واجساد مدافعي منتخب الدنماركي، منتخب الدنمارك اجسادهم فعلا قويه جدا، يعني تحس هم لعيبه كره يد اصلا مش لعيبه كره قدم. فبالتالي هم قدروا ان هم يوصلوا النقطه السادسه، وكمان كسروا بقى عارف المعادله التاريخيه للمونديال، ان احنا متعودين نحمل اللقب على طول يخرج في البطوله كده عدوا فاهم. فساعات بتبقى عامل نفسي على فكره طبعا. فالمنتخب الفرنسي في وجهه نظري قدم مباراه يعني ماشي باسلوب البطل، 6 نقط هتبى الدنيا كلها، وفي ماتش تونس هيريح. وان كنت برضه اشوف ان الصف الثاني او بدلاء المنتخب الفرنسي لا يكون له اهميه ولا يكون له مهاره عن المتواجدين في الاسين. انا اشوف قبل ما اسيب المجموعه دي صعبه على تونس برضه عشان انا سال بص لا بجد يعني الامل لا يتعدى 5% كل امان، انت عايز تكسب مش طبعا. مش تعادل خلاص، ويعني هي تراجع للمنتخب التونسي برضو مش يعني ما عندوش حلول كتير، ما عندوش حلول فرديه كتيره تقدر تصنع الفرق قدام المنتخب الفرنسي، وانه للاسف انه بقى الفيصل يبقى مع منتخب فرنسا. يعني هو برضو فرصه كانت قدام استراليا بصراحه، دي كانت فرصه، كان لازم يغير التكتيك بتاعه ويلعب بشكل هجومي اكتر، يبحث عن 3 نقاط، انت عشان تبحث عن 3 نقاط قدام استراليا اسهل بكتير انك تبحث عنها قدام فرنسا. طيب خلينا نروح بقى لبولندا والسعوديه، ورغم ان السعوديه كانت مهاجمه طول المباراه الصراحه، اتخطف الجون الاولاني كان خطف، والجون الثاني الاخطاء الفرديه، ما اعرفش احنا كعرب موضوع الخطا الفردي ولا ده كان ضغطه ولا ايه، مع كمان ضربه الجزاء للاسف اللي برضو السعوديين منزلين انه الخط وانه ما كانش واقف على الخط. كنت شايف ازاي المباراه؟ لسه كنا بنتكلم بره ان المنتخب السعودي النهارده كان يعني
متسرع في المكسب. كان هيرفي رينارد النهارده ولعبت المنتخب السعودي بتلعب على حاجه واحده هي المكسب، وطبيعي في كره القدم. لكن في اوقات لا، النهارده كان ممكن عندي حالتين، ممكن العب على التعادل او المكسب. لو ما جاش المكسب يبقى انا اقدر اطلع بالنقطه، هتفيدني كترتيب للمجموعه، لان دي مجموعه مش مباراه خروج المهزوم. فاعتقد المنتخب السعودي النهارده كان ممكن، وهيرفي رينارد كان ممكن يدير اللقاء بشكل افضل من كده، كناحيه فيها هدوء، فيها عدم استعجال وعدم تسرع المكسب. لكن المنتخب السعودي لا، اكبر الجميع ان هو يحترمه في البطوله، ادى اداء قوي. انما زي ما انت بتتكلم، الاخطاء الفرديه اللي حصلت من خط ظهر المنتخب السعودي امام واحد من اعظم مهاجمي العالم هو ليفاندوفسكي، فاعتقد يعني صعب جدا ان هو يفرط في فرصه زي دي. لكن المنتخب البولندي ساب الاستحواذ للمنتخب السعودي، قدر يخلي المنتخب السعودي يعني بدنيا يشتغل بشكل كبير جدا، وهو قاعد يعني استناه تحت الكرة بشكل كبير، والتحولات بتاعته كانت خطر جدا. لكن المنتخب البولندي استغل العامل البدني النهارده، واستغل الاخطاء اللي في خط ظهر المنتخب السعودي. ضربه الجزاء كانت نقطه تحول كبيره جدا، لان انت تخش بين الشوطين وانت متعادل نفسيا تفرق معاك بشكل كبير جدا. حاله الاحباط اللي اصيب بها المنتخب السعودي بين الشوطين كان هتفرق كتير لو ضربه الجزاء احرز. اعتقد كان الشوط الثاني كمان هيبقى مغاير من الناحيه الفنيه والنفسيه للمنتخب السعودي. قبل ما ارد وما اسيبك، عياط ليفاندوفسكي وانت كنت بتلعب، يعني انه الراجل ده بيجيب اهداف كتيره، لكن انه جون في كاس العالم يخليه يعيط كده؟ يعني هو عمل كل حاجه في الكوره، فجول في كاس العالم هيفضل دايما. وانت يعني وانا شفت في الانترو كمان الهدف ال 2600 في كاس العالم، فاعتقد برقم كمان. فهو الهدف في كاس العالم ذات قيمه كبيره جدا، اللعب في كاس العالم شرف كبير جدا لاي لاعب، فما بالك باحراز هدف كمان، وهدف يكون سبب في فوز وممكن يكون سبب في صعود كمان المنتخب البولندي. ليفاندوفسكي مهاجم من المهاجمين الكبار في القاره الاوروبيه وفي العالم كله، فاعتقد دموعه يعني ابلغ دليل ان كاس العالم بطوله كبيره وبطوله مهمه جدا، وهي البطوله الاهم طبعا. طيب الارجنتين والمكسيك، وكنا احنا متوقعين ان هو هيبقى ماتش صعب، وفعلا قعد فتره طويله لحد ما ليونيل كده زي ما بيقول خطفها في الزحمه في الضيقه ارضيه في كل حاجه، ويعني قلنا كل حاجه. وكانت المباراه دي برضو انا عشان كنت مع زميلنا محمود شوقي اتكلمت انه الحضور الجماهيري ضخم، وصلنا تقريبا يعني ل 89,000 مشاهد موجود جوه الاستاد. كنت شايف المباراه عامله ازاي، وهل دي الامال فعلا زي ما كان المعلقين بيقولوا في كل العالم ان هي امال صعود الارجنتين؟ طبعا الارجنتين النهارده ما كانش عندها اي اوبشن تاني غير المكسب. واشوف المنتخب الارجنتين النهارده لعب مباراه تكتيكيه بشكل كبير، ربما الناس مركزه مع ميسي النهارده في ان هو عشان جاب الهدف وعمل اسيست في هدف التاكي. انا بصراحه شايف النهارده ديبول النهارده ادانا يعني ادانا ريحه ديبول بتاع اتلتيكو مدريد، يعني ديبول انا قلت حتى في ماتش السعوديه ان ديبول ما دام غايب خلاص يبقى في مشكله في خط الوسط. النهارده برضو المدير الفني والجهاز الفني صححوا الكارثه اللي عملوها في ماتش السعوديه لما ما بداش باكونا على الباك الشمال، النهارده بدا بينا، وده الطبيعي، ده الطبيعي. النهارده انت صلحت ولعبت ماتش تكتيكي بحت، مفيش مخاطره في الهجوم في الشوط الاول، مع خوف المنتخب المكسيكي برضه ما بيهاجمش. احنا اتعودنا على المكسيك لحد ما كانت بتغامر، النهارده لوزانو بيعتمد على لوزانو بس، النهارده يعني لوزانو بصراحه عامل دور ما تفهمش، هو اتعامل وينجر ولا عامل فولس ناين ولا عامل مهاجم صريح، هو كان هو يعني عارف ايه وراه مورينو، هما الاثنين اللي واخدين الشكل الهجوم الفريق، فبالتالي مفيش زياده، الاثنين فول باكس بتوع المكسيك ما بيزيدوش. هما كانوا عايزين الناحيه الفرديه بتاعت لوزانو بالظبط، هما حسوا ان المكسيك برضه بتلعب على التعادل، والمكسيك برضه عندها طريقه لطيفه، انا هاخد نقطه النهارده و عندي ماتش السعودية في اخر الجوله اكسب اوصل خمس نقط كده تمام انا صعدت. بدا المنتخب الارجنتيني في الشوط الثاني يزود بقى ويطلع الاثنين فول باكس بتوعه ويهاجم بثمان لعيبه، وطبعا ميسي ما بيعملش، فعلا كان غايب طول المباراه مفيش جهد بقى ومضغوط عليه. اول ما تسيب مساحه لميسي انه يسدد خلاص انت بتسيب فرصه ان هو يسجل طبعا بنسبه كبيره، لان دي المهاره. ميسي كبر في السن في كل حاجه، انما تبقى المهاره دي عنده طبعا. مش هتروح تسديد خارج المرمى، دي حاجه اساسيه عند لعيب. هل برضه حته الرقم وانه عادل مارادونا وانه في عدد الاجوال وعدد بصراحه لازم ميسي ينهي مسيرته كوبي وبيست مارادونا. تعال شوف كده هدف، حاله تعاطف كبيره جدا. مش كده تعاطف، اهم برضه تخلي بالك بصراحه والذكرى الثانيه يا اخي بالله عليك، يا عمرك شفت في حياتك الهدف بتاع مارادونا اللي هو بايده فاكره؟ يعني في 86
ميسي جاب زيه بالظبط مع برشلونه الهدف اللي هو اللي رقص فيه كل الفرقه كلها من نص الملعب. برضو ميسي جاب نفس الجون اعتقد كان في لاس بالماس او حاجه في الدوري كان 2010. فانت بتتكلم فعلا مسيره كوبي وبيست من بعض، فبرضو لازم المسيره ما دام هي بدات كوبي وبيست انتهى كوبي وبيست. ممكن يكون الاداء الارجنتيني فيه تصاعد يعني يعني استفاد يعني الناس بتتكلم بتحلل دلوقتي وبتتكلم ان هو استفاد من اخطائه في مباراه السعوديه فالنهارده برضه مكسب بيشيل الضغوط كتير من عليهم وبيشيل الضغط من على ميسي يعني ميسي النهارده بس ما تحسش ان المنتخب بطوله. طيب ما هو الحسبه دلوقتي مش حسبه بيرما يعني عشان برضه ده السؤال الناحيه الاثنين يعني ده كده يعني هو مطالب بمكسب هو كله مطالب بمكسب هو مطالب الماتش الجاي ما عدا بولندا تتعادل خلاص لكن كله مطالب بالمكسب كله مطالب الارجنتين عشان يصعد مطالب بالمكسب بولندا عشان تصعد مطالبه بالتعادل قدام المطالب. الارجنتين لو تعادل مع بولندا تحتاج ان المكسيك والسعوديه يتعادلوا صعدت هي هتصعد بفرق ولعبه المكسيك بتلعب عشان انها تصعد لازم تكسب واظن السعوديه برضو هتلعب عشان تكسب يعني هي هتخلي يعني الجوله الاخيره فيها حلاوه برضو المباريات كلها برضو عايزين نقول برضو اوبشن ممكن يحصل هو صعب بس ممكن يحصل في حاله ان المنتخب البولندي كسب الارجنتين المنتخب البولندي يكسب البولندي كسب الارجنتين هيبقى برضو واقفه على ماتش السعوديه والمكسيك بالظبط يبقى النهارده اي منتخب يعني بولندا هتصعد السعوديه هيبقى عندها تو اوبشنز. طيب المنتخب الارجنتيني اتعادل مع بولندا زي ما قلنا هيبقى مستني لو المكسيك بقى كسبت السعوديه هنبقى هنا عندنا الثلاث فرق لا السعوديه يبقى عندها ثلاثه بس أيوة والمكسيك والارجنتين هيبقى ثلاثه بس هيبقى اربعه لا هيبقى اربعه 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 هيبقى اربعه هيبقى اربعه 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 واربعه ما عندناش حاله ان ثلاث منتخبات يبقوا نفس حاله اذا اي مجموعه برضه عشان الاستاذ مجيب يبقوا عارفين الحته دي في حاله ان في اي مجموعه تساوى ثلاث فرق في عدد النقاط بنعمل ايه؟ الاجوال لا 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 تبقى مختلفه عن الفرقتين لو ثلاث فرق تساووا بنلغي نتائجهم مع الفريق الرابع ونعمل ونشوف نتائجهم هم مع بعض بنلغي نتيجه الثلاث فرق مع الفريق الرابع ونعمل كده جدول مصغر ما بين الثلاث فرق دول ونشوف نقطهم مع بعض عامله ايه واهدافهم مع بعض عامله نتمنى طبعا الحظ وان شاء الله والمكسب والتوفيق لمنتخب السعوديه. وخلينا بقى نبدا لماتشات بكره سريعا ونبدا مع المغرب يعني ماتش صعب جدا مع بلجيكا لكن برضو المغرب لعبت قدام كرواتيا تاني العالم وعملت أداء كويس. شايف مباراة المغرب وبلجيكا كده؟ لا هو المغرب عمل جيم دفاع كويس وسهل في الكرة اللي انت تعمل جيم دفاع لكن ماذا بعد؟ هتعمل ايه بعد كده؟ التحول بتاعك الهجومي انت بتلعب المنتخب البلجيكي اكيد طبعا بكرة مش هيبقى فيه دفاع هجومي كبير للمنتخب المغربي هيكون في حذر. اعتقد برضو ان نقطه التعادل بكره مفيده جدا او مش مضره للمنتخب المغربي فاتمنى المنتخب المغربي يعمل مباراه تليق باسمه وتليق باسم الكره العربيه ان شاء الله باذن الله ونتمنى له كل التوفيق. طيب عشان نفضل في نفس المجموعه عشان ناخد بسرعه مجموعتين مع كريم كرواتيا وكندا ودي مباراه برضو كندا فريق منظم احنا كنا بنتكلم على كده وكرواتيا عايزه تعزز الصداره انا بشوف كندا ممكن تتفوق كمان كندا عندها سرعات في الخط الامامي بشكل كبير جدا عندها جراه هجوميه بشكل كبير اعتقد ممكن كندا تفجر المفاجاه بكره وتكسب الكرواتيا. طيب نروح طبعا بقى خلينا الاول للنهائي اللي بيقولوا عليه النهائي المبكر اسبانيا والمانيا ورغم ان المصريين عايزين المانيا يتكلوا على الله فشايف المباراه هتبقى عامله ازاي؟ طبعا مباراه صعبه جدا 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 ولويس انريكي طبعا النهارده في التصريحات بتاعته يعني لما كام واحده كده اللي هو يعني احنا ممكن نخرجكم بقى ونخلص بقى من الهم بتاعكم ده بصراحه. وطبعا اسبانيا حتى لو لويس انريكي فعلا واللعيبه باصين ان هم يروحوا لادوار متقدمه اول تارجت عنده النهارده فرصته يخرج المانيا خرج المانيا كده ارتحت من الصداع بتاع المنتخب الالماني. المنتخب الالماني اذا كمل بطوله هيبقى المستوى هيبدا يرتفع والنسق هيبدا يرتفع عنده ففرصه ليك النهارده انك تطيح بمنافس مباشر ليك وفعلا المنتخب الاسباني ادانا يعني في ادائه طبعا بيلعب بعيدا عن كوستاريكا لكن فعلا الاداء حلو بصراحه واحنا شايفين المنتخبات الكبيره يعني اسبانيا وانجلترا والبرازيل لحد ما هم الثلاثه اللي ادونا شكل كويس ليه وفرنسا وفرنسا هم دول الاربعه دول اللي ادونا شكل كويس للمنتخب. الماتش الثاني اليابان وكوستاريكا هيبقى سهل على اليابان واليابان صعدت واعتقد اليابان حجزت في وجهه نظري الشخصيه حجزت مقعد في الدور الجاي. اسبانيا هي على عاتقها انها ما تدخلش نفسها في حزب بيرما في ماتشها الاخير مع اليابان في جواتر هتبقى ايه معلش لو تبقوا معايا في الحزبه
ايه يعني في وجهه نظرك اليابان وصلت لنقطه 6 خلاص انتهى الموضوع. دلوقتي مثلا بكره المانيا كسبت اسبانيا يبقى احنا كده بنتكلم ايه 6-3-3 هيجي الجوله الاخيره اسبانيا واليابان. اسبانيا هتحتاج ان هي تكسب اليابان والمانيا هتحتاج ان هي تكسب كوستاريكا طبعا. يبقى عندنا كده 3 متساويين برضه 6 هنعمل برضه نفس الفكره بتاعه النقاط اللي انا قلتها من شويه. فاسبانيا بكره تكسب المانيا تخلصنا من المعضله دي كلها. نتمنى التوفيق لمنتخب المغرب عشان احنا بنقول نسيب بقى اسبانيا والمانيا يكسروا مع بعض. طبعا بشكركم دايما على وجودكم معانا كابتن ايهاب المصري كابتن كريم سعيد شكرا لوجودكم معانا ودايما بنكون موجودين معاكم في اكسترا المونديال وان شاء الله هنبقى موجودين معاكم في حلقه بكره ويا رب ان شاء الله التوفيق لمنتخب المغرب غدا وطبعا يعني لمنتخب السعوديه ومنتخب تونس في اماله ان شاء الله ودايما خليكم معانا في اكسترا المونديال كل يوم بالليل على شاشه اكسترا نيوز. مع السلامه.